وتفضل الزميل الفاضل والأخ الكريم أستاذ الدكتور مصطفى السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأخ الفاضل الدكتور أحمد فتحي السرور رئيس الجمعية، الإخوة الزملاء على هذه المنصة، الإخوة الكرام الأفاضل ضيوف هذه الندوة، الحقيقة احنا سعدنا بوجود الدكتور أحمد فتحي السرور لأن في مثل هذه الندوة المتعلقة بالدستور، وحيث أن الدكتور فتحي خبرته على منصة مجلس الشعب تجاوزت 20 سنة تقريبا، فإذا كان لابد أن نستمع إليه، وقد استمعنا وأفاض وقام بتحليل موضوعي لما يتعلق بالجوانب المختلفة للدستور، وبالتالي في الواقع هو يعني حمانة من إن إحنا نتحدث أكثر من ذلك، لأن في الواقع الحديث بعد الدكتور أحمد فتحي السرور هيكون يعني مش لصالحنا إلى حد كبير، لكن يعني قد إحنا نحاول. فأنا عاوز أقول الآتي: في دستور أو بتعبير أدق مشروع دستور مطروح للاستفتاء في خلال هذا الشهر، من الضروري أن يثار ويتم الحوار والنقاش حول هذا الدستور تأكيدا لمبدأ الديمقراطية ومبدأ حرية إبداء الرأي. وعلشان نحاول إن إحنا نحدد وجهة نظرنا ورأينا تجاه ما جاء به الدستور، فهناك موضوعات أو معايير معينة يتعين إن إحنا نطرحها. يعني لما نحب نقول الدستور ده لا أو نعم، هنبني حكمنا على أي من المعايير؟ طبعا من الممكن إن إحنا نتحدث حول الأسلوب الذي تم به اختيار لجنة التي قامت بوضع هذا الدستور، وهل هذا الاختيار كان يعكس الموضوعية وكان يعكس التوافق بين جميع أبناء الشعب من عدم؟ هذا أحد المعايير الذي يمكن أن ننظر إليها ونحن نقيم هذا الدستور لنحدد ما إذا كان التصويت عليه بلا أو نعم. من الممكن أيضا أن نتحدث حول الأسلوب الذي اتبعته اللجنة التي أوكل إليها وضع هذا المشروع، وما إذا كان هذا الأسلوب كان أسلوبا ديمقراطيا، كان أسلوبا يسعى إلى تحقيق التوافق بالمعنى الصحيح، هل كان أسلوب موضوعي إلى آخره من هذه الاعتبارات. أيضا من الممكن أن نقيم هذا الدستور بالنظر إلى المواد التي احتواها هذا الدستور والأفكار والمبادئ المختلفة التي ركز عليها. كل هذا أمر وارد، وأعتقد أن الأخ الزميل الدكتور رأفت فودة باعتباره أنه رئيس القسم القانون العام القاهرة يعني هو أقدر من أي شخص آخر في هذه الندوة وعلى هذه المنصة أن يتحدث عن هذه الجوانب المختلفة التي أشرت إليها. لكن فيما يتعلق بنظرتي إلى هذا الدستور، وما إذا كنت سأصوت بنعم أم لا، فالواقع أنا فكرت كثيراً، ومن بين القضايا المختلفة التي يمكن أن تطرح كان هناك فكرة محددة في ذهني، وهي: ما هي أهم أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو؟ في اعتقادي أن أهم هدف من هذه الأهداف
هو تحقيق الديمقراطية في المجتمع المصري. والديمقراطية بمفهومها السليم وبمفهومها الواسع، بمعنى الديمقراطية بما تؤكد عليه من سيادة القانون، من تداول السلطة، من حريات إلى آخره، مما نعرفه عن الديمقراطية بمعناها السليم والكامل. فإذا كانت هذه أحد أهداف ثورة 25 يناير الرئيسية وثورة 30 يونيو الرئيسية التي تمثل كما ذكر أستاذنا الدكتور فتحي سرور المشروعية السياسية لوضع هذا الدستور، إذا كانت الديمقراطية بهذا المعنى، فهل التصويت بنعم أم التصويت بلا هو الذي يدعم الاتجاه الديمقراطي في مصر؟ ده كانت أحد الأسئلة اللي طرحتها عندما بدأت أتحدث عما إذا كنت هقول نعم أم لا لهذا الدستور. فكان أحد الأسئلة التي ثارت في ذهني واللي أنا أحب أن أطرحها على سيادتكم ونناقشها في هذا المجتمع العلمي الموضوعي، هل إذا قلت نعم أو إذا قلت لا أيهما سيساعد على احتمال أكبر لتحقيق الديمقراطية في مصر؟ ده كان أحد الأسئلة. وفي اعتقادي إن التصويت بنعم من شأنه أن يحقق فرصة أفضل لتحقيق الديمقراطية في مصر إذا ما قرر الأمر بالتصويت بلا. ليه؟ لأن أحد الأسس التي يتعين التأكيد عليها إذا أردنا إقامة حياة ديمقراطية لابد أن يكون هناك استقرار أمني وسياسي، لابد أن يتحقق التوافق ويتحقق الاستقرار والطمأنينة داخل المجتمع حتى يمكن إقامة نظام ديمقراطي بالمعنى الحقيقي. فالسؤال هل التصويت، وأنا بتكلم ليس فقط من الناحية الدستورية ولكن بتكلم أيضا من الناحية السياسية، هل الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني يتحقق بدرجة أكبر إذا ما قيل لهذا الدستور بنعم أم إذا قيل له بلا؟ فأنا انتهيت في تفكيري إلى أن على ضوء الواقع السياسي الذي نعيشه الآن أن القول بنعم قد يكون أكثر تحقيقا لفرص تحقيق الديمقراطية من القول بلا، ولذلك كان انحيازي لضرورة أن أدعو كل من يهتم بإقامة حياة ديمقراطية في مصر إن هو يؤكد على أن تكون أو أن يكون التصويت على هذا الدستور بنعم. وطبعا دي مسائل كلها محل حوار ومحل نقاش، لكن أنا بطرح الفكرة الأساسية، هل هذا الدستور بصرف النظر عن انتمائك أو بصرف النظر عن توجهاتك، هل هذا الدستور إذا قيل له نعم سيؤدي إلى احتمال أكبر لتحقيق الديمقراطية أم إذا قيل له لا؟ لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الجوانب الاقتصادية التي وردت في الدستور، والواقع أن التمعن في قراءة الفصل الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية يجد أن الدستور كان عاماً، يعني كان عاماً بمعنى أنه تحدث عن أمور تسمح بأن يتبنى أي شخص أو أي حزب أو أي تجمع للفكر الاقتصادي الذي يريده. كون اشتراكي ما يصحش الدستور يبقى دستور ديمقراطي ويقول والله أنا اشتراكي أو أنا رأس مالي، لأن في هذه الحالة معناها فيه قيد على من يريد أن يتبنى أفكار أخرى
وفلسفات أخرى وأيديولوجيات أخرى بالنسبة لإدارة الاقتصاد. ولذلك الدستور لما نقرأ المادة الخاصة بالمقومات الاقتصادية يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر. سواء كنت رأس مالي نظام رأس مالي ونظام السوق، سواء كنت نظام اشتراكي، هتتكلم على إن الأهداف هي هذه الأهداف. وبالتالي ده فيه يعني مرونة تسمح بأن الدستور يستوعب كافة الأفكار الاقتصادية والمدارس الاقتصادية المختلفة تأكيداً على مبدأ حرية الرأي وتعدد الآراء. فالعبارات التي جاءت عبارات عامة يعني تتسع لتستوعب من كان اشتراكياً أو من كان متحيزاً لاقتصاديات السوق أو إلى آخره منها. لكن في نفس الوقت أراد أنه يجعل من قضية العدالة الاجتماعية بعد أساسي، سواء أنت بتطبق نظام رأسمالي أو بتطبق نظام اشتراكي أو بتطبق نظام مختلط ما بين الرأسمالية والاشتراكية بشكل أو آخر. وهذه أحد مزايا الدستور في هذا المجال. طبعا عندما يتحدث الدستور أيضا حول قضية اقتصاديات السوق لم يأخذ بالموقف المتطرف لمفهوم اقتصاد السوق ومفهوم حرية السوق، بل تحدث عن منع الاحتكار كقيد، تحدث عن ضبط السوق بمعنى الإشراف عليه والرقابة عليه إلى آخره إلى آخره، مما يقترب من الموقف الوسط تجاه قضية اقتصاديات السوق. ده في اعتقادي أهم صفتين من الممكن أن نتبينهم من الدستور عندما تحدث عن المقومات الاقتصادية في الفصل الثاني من هذا الدستور. طبعا أنا لا أستطيع أن أستفيض للحديث عن كل نص من نصوص الدستور، ولكن نحن هنا نتحدث عن السمات الأساسية. هذا الدستور التصويت عليه بنعم، هناك انتقادات، هناك انتقادات، وفي خلال الأيام الأخيرة أنا قرأت أكثر من مقال من زميل يتحدث عن انتقادات بالنسبة للصندوق. بعد سنة واحد يقول ده ما اتكلمش عن التخطيط، لكن ما رفضش التخطيط، وتكلم عن قضية التنمية الاقتصادية. تحقق التنمية الاقتصادية عن طريق التخطيط، أهلا وسهلا. عن طريق التخطيط المركزي ولا التخطيط التأشيري ولا عن طريق ترك الأمر لاقتصاديات العرض والطلب وإلى آخره، مسائل الدستور تركها للمجتمع تتبلور وتتطور بحيث المجتمع من يحصل على الأغلبية هو اللي يطبق وفقا للقواعد الديمقراطية البسيطة. لكن اقتصر على أن الهدف هو تحقيق تنمية، تحقيق تشغيل، تحقيق كذا، تحقيق كذا، عدالة اجتماعية إلى آخره. يعني الفهم الصحيح لهذا الدستور في الواقع يعكس قدر كبير من الفهم. لكن هناك انتقادات، هناك من يرى أن الدستور ترك أو اللجنة تركت قضايا مهمة مثل قضية النظام الانتخابي أو قضية الانتخابات الرئاسية الأول والانتخابات البرلمانية الأول، ودي تركها في الآخر ليقررها فرد واحد وهو رئيس الجمهورية، وهذا لا يتفق مع الديمقراطية ومع تبادل الرأي. يعني فيه انتقادات كثيرة من الممكن أن نتحدث عنها، ولكن في الواقع هذه الانتقادات مهما تعددت إلى أنها لا تتعرض لجوهر القضايا الرئيسية التي تحدث عنها الدستور، بحيث في
في النهاية اللي أنا عاوز أقوله إن إحنا مش هنا في هذه الجمعية بندافع عن دستور معين أو بننتقد دستور معين أو إن إحنا متحيزين في اتجاه معين أو في اتجاه آخر. إحنا بنحاول نستعرض من حيث أفكاره، لكن في جملته حتى لو افترضنا أن هناك بعض النصوص التي قد تحتاج إلى تعديل في المستقبل، ولكن في جملته المواد والحقوق والواجبات ونظام الحكم. وبرضه يمكن الأخ الدكتور رأفت فودة يعني يتفق معي في أن الدستور فيما يتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين رئيس الجمهورية وسلطاته وبين رئيس الحكومة والبرلمان وسلطاته في الواقع كان موفقا في تحقيق قدر كبير من التوازن في السلطة التي يتحلى بها رئيس الجمهورية وتلك التي تمنح لرئيس الوزراء. فلم يعد رئيس الوزراء مجرد ان هو بيعين برضاء وبقرار من رئيس الجمهورية، لا، ده له موقف، لانه رئيس الوزراء في النهاية بيحتمي ببرلمان وبقوة برلمانية موجودة هي التي تمنحه الثقة بحيث يستطيع ان يكون قادر على انه يشارك رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار. انا في الواقع يعني لا اريد الإطالة، ولكن بشكر الأخ الدكتور رابح أنه أتاح هذه الفرصة بهذه الكوكبة الطيبة من الحضور، ونتمنى من الله أن يحقق كل ما تسبو إليه مصر من خير ورخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.